إلى بن حمودة واللي هو ابني ككل الأطفال الصغر نتاعو. هذا هو الملعب اللي طلع فيه، والبداية تاعو كان في مع الشيخ وصال محمد الله يرحمه اللي هو أدين، تربى عنده كصغر، ومن بعد دار الفئات من الأصاغر زاد الأشبال، ومن من الأشبال طلع الأواسط. في الأواسط مع اتحاد حجوت طولوا لازم يفوت عند الطبيب باش يطلع له، باسكو كاين أواسط وكانت كاينت الفئات تاع لي زيسبوار. كان هذاك الوقت حجت في الناسيونال دو، كان لي زيسبوار لازم يدوه للطبيب باش يعطي له ديروغاسيون باش يلعب مع لي سينيور. والدخول الاول تاعو كان مع فريق شلف، كان في الاحتياط، وكي دخل دار التسجيل هدف الثاني تاعو، وفما لي بلال بن حمود بدا، ومن بعد انتقل كان دار الفريق الوطني تاع الاواسط مع الشيخ مخازني، ومن ثم كان عنده اتصالات مع اتحاد العاصمه، ومن ثم ولا دار كاع لي زيطاب تاعو مع اتحاد العاصمه، الفريق الوطني زاد الفريق الاولمبي زاد حتى تاع المحليين، وربي ما كتبش باش يكون في النهائي مع يشارك مع الفريق المحلي.